اهلا بكم مشاهدينا مع ختام تعاملات اليوم، وهذه تغطيات حية ومباشرة لمؤشرات الاسواق العربية والعالمية واسواق النفط والعملات والمعادن. مع ختام رابع جلسة هذا الاسبوع مشاهدينا نستعرض اهم مؤشرات الاسواق الخليجية والعربية. السعودية على انخفاض ب 13% عند 7881 نقطة. قطر قبل الإغلاق ببضع دقائق على انخفاض طفيف ب 10% عند 10589 نقطة. أبو ظبي أغلقت بالفعل على انخفاض ب 1.14%، وكذلك دبي أغلقت في المنطقة الحمراء على تراجع ب 1.6%. البحرين أغلقت على تراجع أيضا ب 13%، أما سلطنة عمان ففي المنطقة الخضراء ب 14%. نذهب إلى بورصة الكويت. مؤشر السوق الأول على ارتفاع ب 14%، والسوق الرئيسي على انخفاض طفيف ب 0.5%، والسوق العام أغلق على ارتفاع ب 20%. إلى أهم مؤشرات الأسواق العربية، القاهرة لازالت على انخفاض ب 18%، مؤشرها العام عند 12526 نقطة، وبورصة الأردن على انخفاض ب 14%. نذهب لمعرفة أهم مؤشرات البورصات العالمية وأسواق النفط والعملات والمعادن في العرض التالي.
للتعليق مشاهدينا ينضم إلينا في مقر البورصة القطرية أحمد عقل محلل الأسواق المالية. أهلا بك معنا سيد أحمد. البورصة القطرية أغلقت اليوم على انخفاض طفيف 10%، لكن في كل الأحوال هي في أعلى مستوياتها خلال عام 2018، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المستويات الموجودة الآن لبورصة قطر هي تقريبا المستويات الأعلى خلال هذه الفترات. إغلاق الأمس كان فوق 10600 نقطة، اليوم شفنا بعض التراجع البسيط حوالي 12 نقطة. الشيء الإيجابي أنه عم نشوف إذا بدك صعود بأسهم جديدة كنا ما عم نشوف قبل صعودها، يعني اليوم كان في بعض الضغوطات على مستوى أسهم بالفترات السابقة كانت وصلت إلى مستويات سعرية مرتفعة. كيو أم بي كان الأعلى تقريبا بتاريخه، حتى في عنا المصرف، كل هذه الشركات بالنهاية اليوم شفنا عليها عمليات جني أرباح، وشفنا دخول أسهم جديدة في رالي الارتفاع، شفنا مصرف الريان، شفنا أيضا شركة بروة العقارية، شفنا بنك الدوحة، شفنا غيرها من الأسهم، شركة صناعات قطر بدأت تأخذ منحة الارتفاع. بكل الأحوال السيولة جيدة الفترة الحالية، هي الشهر الأخير من العام الحالي، وبالتالي اقتربنا من موسم الحصاد. المستثمر خلال هذه الفترة يقوم ببناء مراكز مالية بهدف الاستفادة من التوزيعات المتوقعة خلال الفترات القادمة. بنفس الوقت كان في عنا مراجعات لمؤشرات عالمية خلال الفترة السابقة، وبالتالي شفنا بعض السيولة عم تتوجه سواء كانت بيعا أو شراء على بعض الأسهم الموجودة. فيما يتعلق بالسيولة تحديدا مع اقتراب طرح قطر للألمونيوم، هل من المتوقع أن تنتعش السيولة أكثر في السوق القطري؟ لا شك بعد الطرح يعني هناك أموال جديدة ستدخل، هناك رفع للرسملة، رسملة السوق، وبالتالي دخول أموال جديدة. من المتوقع أنه من الآن إلى اليوم الأول البعض ينتظر يوم الإدراج للاستفادة من عدم وجود حد أعلى وحد أدنى للتحرك خلال اليوم الأول من الإدراج، وبالتالي بعض المضاربين ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر. أعتقد أنه ما بعد إدراج شركة قامكو ممكن نشوف عودة الأموال التي كانت، أو خلينا نقول الأموال التي ذهبت للاكتتاب بهذا السهم مرة أخرى إلى بعض الأسهم، خاصة أنه عم نشوف تحركات مغرية، يعني بعض الأسهم عم ترتفع، هناك تحرك إيجابي، هناك أسهم لم تتحرك بعد حققت عوائد جيدة، أعتقد ستكون هدف للمستثمرين خلال الفترات القادمة. البورصة القطرية تقترب من حاجز 11000، ما هي أهم المحفزات التي تحتاجها لكسر مستوى 11000؟ لا شك أنه للوصول إلى 11000 هناك العديد من نقاط المقاومة. في عنا مبدئيا منطقة 10600، ثم مستويات 10800، ويليها مستويات 11000. بكل الأحوال للوصول أولا نحتاج إلى سيولة شرائية وزخم شرائي قوي مدعوم باقترابنا من نهاية العام، وبالتالي المستثمرين خلال هذه الفترة ممكن يتحركوا على الكثير من الأسهم التي لم تأخذ حقها من الارتفاعات الأخيرة، وهذا ممكن يكون إذا بدك داعم لارتفاعات قادمة. يبقى موضوع الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير ممكن تكون ضاغطة نوعا ما على البورصة، يعني نحن اليوم بنشوف ارتفاعات جيدة بمستوى بورصة قطر، بنشوف ضغط إذا بدك من كيو أم بي، لو ما انخفاض كيو أم بي كنا باللون الأخضر، وبالتالي ممكن نشوف بعض الضغوطات من أسهم ارتفعت بالفترة الأخيرة ولم نشهد لها تصحيح جدي. بنفس الوقت ممكن نشوف ارتفاعات قادمة لأسهم لم تتحرك، أعتقد هذه الأسهم هي ستكون داعم أساسي في حال الارتفاع بالفترات القادمة. بورصات أبو ظبي ودبي حققت بالأمس ارتفاعات ملحوظة، أما اليوم فأغلقت عند انخفاض في بورصة أبو ظبي بلغ 1.4%، وبورصة دبي عند 1.6%. ما هي أهم الأسباب وراء هذا التراجع؟ نحن بشكل عام خلال هذه الفترة عم نشوف ضغوطات على معظم الأسواق، شفنا انخفاض بالسوق الأمريكي حوالي 800 نقطة، شفنا ضغوطات على كثير من الأدوات الاستثمارية، حتى شفنا انخفاض بأسعار النفط. من الآن حتى اجتماع أوبك أعتقد يعني ممكن إذا شهدنا ارتفاعات جيدة للنفط ممكن الأمور تكون أفضل في حال كان هناك أي قرار برفع أسعار النفط أو بتخفيض الإنتاج مرة أخرى. بكل الأحوال انخفاض أسعار النفط، انخفاض البورصات العالمية بمستوى كبير حوالي 800 نقطة، ضغط أساسي على أسواق المنطقة. الأدوات الاستثمارية عم نشوف أيضا يعني البيتكوين وغيرها عم نشوف عليها ضغوطات كبيرة، هذا يعني
إذا بدك توجه الأموال للاستثمارات الآمنة أكثر من غيرها. لكن البورصة المصرية لا تتأثر كثيراً بأسعار النفط وهي تواصل تراجعها لأدنى مستوى لها منذ 20 شهراً، ما هي أهم الأسباب برأيك؟ يعني نحن شفنا إذا بدك بعض عمليات بيع بالأيام الأخيرة من العرب ومن المصريين، شفنا دخول من اللاعب الأجنبي، أيضا هناك بعض التوقعات لبعض الشركات مثل التجاري بانخفاض أرباحه حوالي 5%، وبالتالي عم بتكون هذه الأمور ضاغطة بشكل أساسي، إضافة إلى ارتباطها بالأسواق العالمية. جميع البورصات بالنهاية عندها ارتباط، خاصة البورصات التي فيها لاعب أجنبي. يعني نحن لما نشوف اللاعب الأجنبي بنشوفه بيضغط بشكل عام على هذه الأسواق لتخارجه من أسواق ودخوله بأسواق أخرى. المحلل المالي أحمد عقل، أشكرك شكرا جزيلا. نذهب الآن مشاهدينا لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال التغطية، ابقوا معنا. منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961 عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. من مسار الثقة نواصل مسيرة النجاح. من أسواق العقارات نؤسس لأفكار لا تنتهي من الفرص والاختيارات العقارية لنوفر مشاريع مبهرة. في أسواق المال نكمل نجاحنا في جذب ثقة شركائنا عبر خيارات متنوعة من الأنشطة الاستثمارية بدقة التكنولوجيا. تتوالى إنجازاتنا في صناعة أنظمة متطورة بحلول مبتكرة. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا بكم من جديد. كشف المصرف المركزي الإماراتي عن انخفاض إجمالي تحويلات العاملين بالإمارات إلى الخارج بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت بيانات المصرف الإماراتي أن التحويلات بلغت 41.4 مليار درهم، أو ما يعادل 11.3 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي. أكد رئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري أن مساحة زراعة القطن في بلاده تراجعت من 2,360,000 فدان إلى 150,000 فدان. وأوضح البرلماني المصري أن هناك نحو 480 مصنعا من بين إجمالي 1,200 مصنع للغزل والنسيج المسجلة في مدينة المحلة قد أغلقت، وذلك نتيجة لتعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم على خلفية تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج في مصر. كشف محافظ البنك المركزي المصري عن بدء بلاده في إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المحلية على أن يتم تداولها بين المواطنين خلال عام 2020. وتمتاز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسمك الأقل، وهو ما يتيح لها عمراً افتراضياً أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب مقاومتها للماء وصعوبة تزييفها وتزويرها، حسب بيان صادر عن المركزي المصري. قال محافظ مصرف لبنان المركزي إن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة المحلية لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين بدلاً من وضع أموالها في البنك المركزي، سعياً للحصول على أسعار فائدة أكثر جاذبية. وبموجب الخطة ستستبدل البنوك التجارية ودائعها الدولارية لدى البنك المركزي لتحل محلها سندات بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة السوق ولأجال 10 أو 15 أو 20 سنة. أعلنت مجموعة الدول الثمانية الإسلامية عزمها تشكيل مركز مقايضة بالتعاون مع البنوك المركزية في الدول الأعضاء من أجل استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية فيما بينها.
كانت تركيا قد دعت في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الثمانية الإسلامية، دعت إلى تبادل العملات المحلية رداً على استخدام دول أسعار الصرف بدوافع سياسية. قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن وزراء أوبك سيناقشون في اجتماعهم غداً أوضاع الأسواق والعرض والطلب وكيفية التعامل معها بما يخدم استقرار الأسواق. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول الخميس في فيينا لبحث استراتيجيات سوق النفط في المستقبل، على أن يتبع ذلك محادثات مع حلفاء المنظمة مثل روسيا بعد غد الجمعة. حذرت منظمة التجارة العالمية من أن النظام العالمي للتجارة الدولية في أزمة بتزامن مع تجمع رواد رؤساء شركات تصنيع السيارات الألمانية في الولايات المتحدة بهدف منع تطبيق تعريفات إضافية على الواردات، واستدعي كبار المسؤولين في دايملر وبي ام دبليو وفولكس فاجن إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة المساعي الأمريكية لإعادة التوازن للتجارة العالمية. انخفضت أسعار النفط اليوم مدفوعة بتخمة في الإمدادات الأمريكية وتراجع أسواق الأسهم في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد، كما تأثر السوق بتوقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي، وبلغت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت 61 دولارا و14 سنتا للبرميل. تراجعت العملة الافتراضية الأكبر في العالم بيتكوين اليوم لتواصل تداولها دون مستوى 4000 دولار بعدما فقدت 37% من قيمتها خلال شهر نوفمبر الماضي. وانخفضت البيتكوين بأكثر من 2% لتصل إلى 3806 دولارات، كما تراجعت الإثريوم ب 2.4% عند 106 دولارات و34 سنتا، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الرقمية 125 دولارا و 125 دولارا و700 مليون دولار. نلفت عنايتكم مشاهدينا أننا نبث هذه التغطية عبر صفحة البورصة على فيسبوك، ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بشأن الاستثمار في البورصة وكافة الأمور الاقتصادية. شاركونا آراءكم، كيف ترون مستقبل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك عقب إعلان قطر انسحابها منها، وما تأثير ذلك على أسعار النفط؟ التعليقات بعد فاصل قصير. نستعرض مشاهدينا جانبا من تعليقات متابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر. أبو بكر يقول فعلا قرار حكيم، وأوبك لا تخدم إلا مصالح أمريكا للسيطرة على سوق النفط الخام، أتوقع خروج الجزائر قريبا. أبو عمران طه يقول الدول الصناعية تتحكم بمنظمة أوبك، تخفض أسعار البترول في الوقت الذي تكون بحاجة لتوفير الطاقة للصناعات الحربية، وترفع سعره لتغري الدول المنتجة للبترول لشراء الأسلحة و تصنع الحروب لاستهلاكها. الويل يقول السيادة السعودية بيد أمريكا، كما يقول هي لا تملك قرارها حتى تبقي على أسعار النفط مرتفعة، وهي أيضا تخسر ولهدف سياسي وللتستر على جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا لهدف اقتصادي أو لاستخدام القوى الناعمة، لأنها ببساطة تفتقد المشروع والبعد الاستراتيجي كما يرى صاحب هذا الحساب. دائما مشاهدينا أرسلوا لنا بأسئلتكم وكافة الاستفسارات المتعلقة بكافة الأمور المرتبطة بالبورصة، وسوف نخصص جانبا من هذه التغطية لعرض كافة التعليقات ومحاولة الإجابة على أسئلتكم. انتهت تغطيتنا اليوم، في الغد بإذن الله تغطية جديدة من هنا من قاعة تداول البورصة القطرية. ابقوا دائما معنا وإلى اللقاء.